اهو دلوقتي انتوا معايا كده يا جماعة كلكم. أنا موجود معاك. نتوكل على الله. طب نتوكل على الله. بصوا بقى يا شباب، دلوقتي لو انتوا تيجوا مثلا نلاحظ ان احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن البيفت تيبل. البيفت تيبل ده وظيفته ان هو بيلخص الداتا وبيلخص البيانات، زي ما انتوا شفتوا دلوقتي ان احنا عندنا، معلش اديني ازاي، ان احنا عندنا ده كان نفس المثال بتاع الشهر اللي بتاع المحاضرة اللي فاتت. البياع رقمه ايه واسم المنتج ايه والمخزن قد ايه وسعر البيع وعدد القطع وقيمة الفاتورة والتاريخ. لحد الآن الحاجة دي يعني واضحة دلوقتي بالنسبة لكم، صح كده يا جماعة؟ اه طبعا دي الداتا اللي كانت موجودة في الجدول اللي فات. ف زي الفل. احنا بقى النهاردة هنيجي نتكلم في ايه؟ هنتكلم النهاردة في الداتا فيجواليزيشن او الداتا المرئية، ان انت تظهر بقى شغلك ده كشغل رسم بياني. ده اللي انا جاي اكلمكم فيه. تعالوا بقى نعمله بقى كده، نعمل بس دي كده، نخفي دي كده شوية. هايد فلوتنج، فين هايد فلوتنج، اهي بالظبط اهي. بصوا يا شباب، لما نيجي نعمل هنا ونيجي نقف اي حته في الجدول هنا ونيجي نعمل كلمه بيفت تيبل، هيعلم لنا كده كده على الجدول، وهنقول له احنا عايزينها في يعني ايه، في يعني في نيو ورك شيت او في تابه جديده. هنروح عاملين نيو، وهنعمل اول حاجه مثلا، هنيجي نعمل مثلا وليكن مخزن المنتج مثلا، او مثلا البياع وعمل قيمة فاتورة بقد ايه. اهي يعني البياع باع بقيمة فاتورة قد ايه، ونحطها هنا كده. تمام كده يا جماعة؟ هل الكلام كده واضح لحد الآن؟ ماشي واضح. تمام. وممكن مثلا نروح مثلا عاملين نعمل ايه تاني مثلا، ايه تاني عايزها بالبياع، عايزها بالمنتج، عايزها بالمخزن. بالظبط. مثلا البياع باع كام قطعة مثلا. طب تعالى مثلا نشوف البياع، نعمل برضو insert بيفت تيبل ونخليها في اكزيستنج ونحطها هنا مثلا، هنا مثلا. تمام. ونقول له البياع، رقم البياع باع كام قطعة، عدد القطع. تمام كده. يبقى كده البياع باع كام فلوس، وهنا البياع باع كام قطعة، صح كده، عشان ايه تبقى واضحة. ونخلي تمام. النمبر فورمات نخليه بال اللي هو تبقى كده، تبقى سيبريتد بالكوما، وهنا برضو نخليها الدوس كليك يمين نمبر فورمات ونخليها برضو سيبريتد بالكوما. تمام اهي دي اول حاجة. مثلا نعمل مثلا لقطة تانية، زي مثلا ايه، زي مثلا المخزن طلع كام قطعة. هنيجي برضو insert pivot table، وهنيجي existing، وهنيجي هنا كده ونحطها هنا، ونقول له المخزن، مخزن المنتج باع كام قطعة، عدد القطع اللي طلعت من المخزن. تمام كده لحد الآن. كده خلينا تمام. في الثلاثة دول بس. ونروح جايين هنا، وفي حاجة اسمها insert ادراج، ويقول لك في حاجة هنا بقى اسمها recommended chart، او في حاجة اسمها pivoted chart. احنا نخش على البيفوتد chart، هنروح دايسين عليها كده. احنا قلنا الاول ايه، البياع بقيمة الفاتورة دي من افضل الحاجات اللي اتعمل، يعني دي من افضل الحاجة اللي موجودة. ممكن دي مثلا، ممكن بس انا شايفه مثلا ان دي تبقى كويسه، دي تبقى لا، يخليها دي الباي دي. تمام. ونحطها هنا كده. لسه لو تلاحظ الشكل مفيش اي ملامح يا ابراهيم، يعني مفيهوش اي ملامح، يعني ايه ده اه وايه ده، هو ده لسه احنا لسه بنبتدي فيه. عشان نكبر بس الكلام اللي جوه ده، احنا بنقف على الشكل من هنا كده ونيجي عند هوم ونقعد نكبر الكلام. الكلام بيكبر اهو، ما فيهاش اي صعب. تمام. تمام. وهنيجي عند بقى كلمة فورمات وديزاين والكلام ده. الديزاين ان انت تيجي تشوف الاختيار المناسب ليك اللي انت عايز تظبط بيه الحاجة، يعني مثلا دي انا مثلا اختار دي واختار معاها الشكل ده. وهنيجي هنا وهنيجي هوم ونكبر الكلام عشان نخليه كده كده مثلا، ونيجي عند فورمات، عند ديزاين قصدي. وفي حاجة بقى لو انت بقى عايز تظبط بقى في التشارت، اهي مثلا في تشارت تايتل. التشارت تايتل دي اللي هي التوتال، دي احنا مثلا نقول ايه، نسبة او مثلا بيع كل بائع
مبيعات، مبيعات كل بيعة، مبيعات كل بيعة، مبيعات، المبيعات، المبيعات لكل بائع، المبيعات لكل بائع، تمام؟ أهي، وهنيجي نحطها دي كده هنا بالمنظر ده كده، ولو عايزين نكبرها هنكبرها نخليها كده، تمام؟ طب أنا عايز مثلا أكبر دولت، هنيجي هنا كده، في حاجة هنا في بمجرد ما بتيجي تقف عليهم بيظهروا لك هنا كده، في حاجة اسمها فورمات، الليبل اوبشن، الليبل اوبشن دي ممكن بقى نحط فيها. انتوا معايا يا جماعه صح؟ انتوا معايا ولا انا شغال كده لوحدي؟ انتوا يعني متابعين حتى ولا ايه؟ ليه متابعة؟ اه طبعا. يعني انتوا معايا؟ لا انا يعني مش انت لوحدك يا ابراهيم، انا عايز اشوف الباقي، يعني انتوا معايا يا جماعه ولا نمتوا؟ ايوه حضرتك. انتوا معايا صح؟ يعني تمام قوي كده، عشان انا معلش انا نسيت كده وعمال شغال انا. تمام، لما تيجي تقفوا على الليبل دي اسمها ليبل يا جماعه، يعني اللي هي ال 34% و 33% دي اسمها ليبل. فممكن تيجي هنا عند الليبل وتيجي هنا عند كلمه اسمها ليبل اوبشن، ظهرت اهي وليبل اوبشنز اهي، وتظهروا بقى. ممكن تخلوا دي فاليو، فاليو يعني ايه؟ يعني يجيب لك عدد يعني البيع بتاعه ايه. يعني لما تيجي تدوس هنا هنجيب القيمة اللي بنتباع القيمه، في لا كل جزء. استنى، القيمه الفاليو اهي، الفاليو اهي، بس لو تلاحظوا الفاليو شكله غريب شويه، فاحنا ممكن بقى نخلي معاها معادلة الكومة برسنتج. دي ممكن نخليها نيو لاين، تبقى كده بالظبط كده، يعني نخلي هو باع قد ايه وبرسنتج بتاعته قد ايه، فاهم قصدي؟ تمام جميل. دي حلوة دي. ممكن مثلا في اه الليبل دي مثلا ممكن نشيل البرسنتج خالص، يعني ممكن نخليها كده، ممكن نخليها بالبرسنتج، ممكن. ممكن نخليها ليجند كي، ليجند كي اللي هي تبقى شمال او يمين او حاجة زي كده، او نخليها قصدي تبقى يعمل لك زي مربع كده جنبها، لا ما دي ملهاش لازمة. السيبريتور دي نعم. اللي هي اللي انت لو عايز تخليها مثلا نقطة المكان دي، انا بخليها نيو لاين علشان، او سبيس مثلا، انا بحب اخليها نيو لاين عشان يبقى البيع في شرط يعني في سطر، والقيمة نسبة. او النسبة في سطر تاني. وممكن بقى دي تمام. نشدها كده لتحت كده عشان تكبر معانا. حلو قوي المنظر ده كده، حلو قوي المنظر ده، تمام. ممكن مثلا نخلي دي بقى، ممكن بقى نقعد نلعب بقى فيها كتير، مثلا يعني مثلا تعالوا هنا مثلا اهي، في حاجه اسمها سيريس اوبشنز، الشادوز اللي هي مثلا لو انت بس عايز تخليها ترانسبيرنسي، اللي هي تبقى دي الشادو، ده الشادو ده اللي هو الظل، دي برضو حاجه مش ملهاش اي علاقه بينا قوي. الجلو سوفت ايدج والكلام ده برضو مش ملناش علاقه. الفيل دي بقى، الفيل دي اللي هي لو انت عايز تخلي الوان معينه، لو انت عايز تخليها بالشكل ده كده، بس انا بخليها اللي هو الشكل اللي احنا كنا ماشيين عليه الاوتوماتيك ده. دي اهم حاجه احنا محتاجينها، اللي هي الليبل اوبشنز والحاجات دي، السايز بتاعها اللي انت لو انت عايز تقعد تلعب فيها، لا مثلا فيرتيكال، لا مثلا تخليها ميدل اهي، توب المفروض ان هي الدايركشن بتاعتها تبقى كده، تبقى كده. وتقعد بقى مثلا تخلي لو الكتابة مثلا دي ممكن تخليها 5 مثلا، اللي هي تبقى ليها مساحة، وهكذا. يعني بص احنا من الآخر انت بتقعد تلعب في حاجات كتير قوي، بس اللي بيهمنا مثلا الحاجات اللي تهمني انا، ان انا لما اجي ادوس على يعني مثلا اخليها مثلا دي كده، واخلي مثلا السوليد كولر تبقى لون مثلا اللون الابيض مثلا، والكتابة تبقى باللون الاسود اهي، خليها كده الكتابة بتبقى باللون الاسود بالظبط، بحيث تبقى ظاهرة كده مثلا، علشان تبقى انت عارف ان البياع. ونخلي دي كبرها كده، خلي دي باللون الاسود بالظبط، بحيث ان انا ابقى عارف ان البياع رقم واحد باع ب 153 الف جنيه ومساحته في البيع 34%. هل الكلام ده كده واضح يا جماعة بالنسبة لكم ولا لا؟ واضحة. يعني انت معايا يعني انت بتتابع معايا ابراهيم، عشان بس لو انت اه بس هستأذنك، لو انت جبت الرسم البياني بعيد عن الجدول اللي فيه الداتا لا، ما انا مش انا مش يعني. عايز كده، لا هقول لك ليه بقى. اه انا عايز طيب اغطي، انا عايز اغطي الجدول اللي فيه الداتا بالرسم البياني، هقول لك ليه بعدين. تمام، تمام دي كده احنا خليناها المبيعات لكل بياع، دي كده اول تشارت. حلو. لا 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 لحظة، نعملها كده، هنسحب دي كده بس لحظة، ونعمل البياع عدد القطع لكل بائع، ونعمل انسيرت، ونعمل انسيرت بيفت تيبل، ونخلي المنظر ده مثلا ده، خليها برضو دي كده هنا، خلي دي كده هنا،
وممكن دي نعملها ايه مثلا، الديزاين بتاعها نخليه مثلا بالشكل انهي شكل، انهي شكل بالشكل ده، ده كده. مجرد ما هنيجي نعمل كده ندوس عليها مرتين، هندوس على الشيت ده مرتين، هيظهر لي الفورمات اريا دي. بيقول لك بقى انت عايز تخليها نوفل، ممكن اخليها نوفل، ممكن اخليها سوليد، اللي هو ممكن اخلي مثلا باللون الازرق مثلا او باللون البرتقاني، ودولت مثلا يبقوا بالوانات مثلا تانية زي اللون الاسود مثلا، ودولت مثلا يبقوا باللون الاسود مثلا السوليد، ونخليه باللون الاسود او حاجة زي كده. خلي دي الكتابة هنا دي باللون الابيض وهكذا. بس طبعا المنظر مش عاطفي خالص. احنا نرجع بقى كده شوية ونغير في الديزاين خالص، يعني ممكن نعمل دي كده ونخليه كده مثلا. اه ده كده المنظر ده كويس اهو كده. احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا نكبر الكتابة شوية. انتوا معايا يا جماعة صح؟ يعني معلش انا اسف، بس يعني انا عايزكم بس تقولوا لي احنا معاك، يعني بس انت تغني واحنا معاك. انتوا معايا؟ احنا معاك. بس كده، بس شكرا شكرا يا ابراهيم. اهو نروح عاملين دي كده ونشد دي كده شوية ونكبر. احنا بس بمجرد ما بتدوس على الشكل ده كده بتقعد تكبر كتابة من هنا كده، تمام؟ يعني كده كده كبرت الكتابة، تمام؟ ودي البيع بتاع رقم واحد، دي بقى نكتبها مثلا ايه، هيبقى التوتال بتاعها هيبقى مبيعات القطع، مبيعات القطع لكل بائع. يبقى احنا هنا جبنا المبيعات بالفلوس لكل بائع، وهنا نجيب مبيعات القطع لكل بائع، او عدد القطع، عدد القطع بقى، يبقى عدد القطع لكل بائع، عدد القطع لكل بائع، تمام. ونيجي بقى اخر حاجة خالص اللي هي نيجي بقى للمخزن. المخزن 1 و2 و3 و4 هنعمل هنا insert pivot chart ونخليها المنظر ده بس كده. انا قصدي بقى على التلاتة دولت اهو، واهو واهو اهو، خليها بالمنظر ده كده. اسحب دي لتحت كده شوية بس كده، صغر دي شوية كده، خلي المنظر ده خليه زي المنظر ده مثلا. خليها، حد عنده اقتراح نخليها بمنظر ايه؟ نخليها بمنظر ده كده كويس يا ابراهيم؟ ماشي انا معاك. حاضر اوكي اهو. ونكبر الكتابة دي شوية كده، نخلي دي بولد، نخلي كتابة باللون الأسود بس كده. ودي هتبقى ايه، مخزن لعدد القطع، بيع القطع لكل مخزن، بيع القطع لكل مخزن. الفكرة يا جماعة من ثواني بس، نخليها بقى دي سوليد شوية، يعني نخليها مثلا باللون ده كده، ونخلي ترانسبيرنسي، لا خليها الاخر كده، نخلي دي باللون الاسود ولا نخليها باللون برتقالي، تمام جدا. ونخلي الترانسبيرنسي اللي هي تبقى كده، الترانسبيرنسي دي اللي هي عدد الشفافية يا جماعة، اللي هي الشفافية اللي هي تبقى كده او كده بس كده. خليها بالمنظر ده. في بوردر هنا افكت سايز، في بوردر اهو، بوردر اهو، ونخلي البوردر يبقى باللون الاسود. البوردر ده يا جماعة يعني الحرف او الاطار، الاطار بالظبط، او الحدود بالظبط كده اهي كده. نخليها كده، نخلي الاطار بتاعها سوليد، نخليه باللون برضو الاسود، برضو الاسود يبقى كويس برضو مش وحش اهو. نخلي الاطار كده بالظبط كده. ده الشكل اللي انا متخيله. انا ليه عملتها كده بقى ابراهيم؟ هقول لك ليه. لان انت المدير بتاعك بيبقى كده كده عنده الداتا هنا، بيبقى عنده الداتا في الشيت ده الديتيلد او التفاصيل. انا بقى عايز اعرض له حاجات
مرئية. هو بقى المنظر ده. طب انا بقى عايز مبيعات البياع الواحد بس، يعني يعني البياع رقم واحد عايز اجيبها لوحده، فاهم قصدي؟ هنا هنجيب له البيع والقطع ايوه والمخزن بص، قد هنا ايه من وهنا وهنا اجيبها ازاي؟ هقول لك انا اجيبها ازاي. هنيجي هنا كده نسحب بس دي كده شويه لحظه، واقف في اي بيفت تيبل هنا، اي بيفت تيبل، وهيجي هنا حاجه اسمها انسرت سلايسر، انسرت سلايسر تمام، واجيب رقم البياع و ايه تاني ومخزن المنتج، رقم البياع ومخزن المنتج، وندوس اوكي ونرجع دي كده لورا كده شويه، اهو رقم البياع اهو ومخزن المنتج اهو تمام. عشان نربط الفكره بس ان احنا عشان هنيجي في السلايسر مش هيبقوا مربوطين ببعض، بمعنى لو انا جيت دوست على رقم البياع هنا، بص ايه اللي هيحصل هنا، هيغير لي فوق بس في عدد القطع، انا عايزه يغير لي في عدد القطع والمبيعات والبيع البيع القطع لكل مخزن، فاهم قصدي يا ابراهيم؟ فاهمين قصدي يا جماعه ولا لا؟ أي فانا بقى نعمل ايه؟ كل علينا ان احنا هنربطهم ببعض، بمعنى السلايسر ده لو انت جيت دوست عليه كده ودوست على كلمه سلايسر، في حاجه اسمها ريبورت اسمه ريبورت كونكشنز، ان انت تربطهم بالثلاث بيفت تيبل اللي موجودين، مش ده واحد اتنين تلاته، ده ثلاثه بيفت تيبل، يبقى تربطهم تمام ببعض، ودي كمان تيجي تقف عليه كده وتدوس على سلايسر وتدوس على ريبورت كونكشن وتروح رابطهم ببعض. بمعنى بص بقى اللي هيحصل لما حصل كده، لما اجي ادوس واحد بص اللي هيحصل، بص قال لي بقى هيجيب ايه واحد بس. بالظبط رقم واحد ده، ايه اللي حصل فيه؟ رقم واحد ده هنا في المخزن ده باع 1178 قطعه، وباع لوحده 153,000 جنيه، وفي مخزن واحد، او احنا لسه صح دي احنا ما جبناش، بص بقى احنا ما جبناش هنا، ما حطيناش الليبل هنا، الليبل دي يعني ايه يا ابراهيم؟ اللي هي شايف 1178 دي ما حطيناهاش على كل عمود هنا، خدت انت بالك ازاي؟ احنا بقى عايزين نضيفها، هنعمل ايه؟ هنيجي نقف هنا يعني في الصورة دي او في الرسم البياني ده تمام، وفي حاجة هنا، هنا في كلمة ديزاين في حاجة اسمها هنا ليبل، ليبل اوبشنز او داتا ليبل، وبيقول لك انت عايزها ايه، اقول له انا تمام عايزها في الاند اوت سايد اند او في ال دي، او تقعد بقى تختار انت عايز تحط الحاجه دي فين، فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ تمام هنخليها هنا مثلا تمام، دي الليبل، اه الليبل دي اللي هي العلامه اللي بتبقى في اخر العمدان دي تمام. ونيجي بقى هنا لما تيجي بقى تدوس على الرقم واحد، بص مخزن ثلاثة ده شامل الثلاث بياعين ومخزن وهكذا، لما انت تدوس على الرقم يعني بص مثلا المخزن 3 ده فيه كام؟ 977، بمجرد ما تدوس على رقم واحد المخزن قل، خدت بالك؟ ايوه هيقول رقم واحد خد ايه من رقم المخزن واحد يا ثلاثة جماعه وقد ايه من باع ايه المخزن وباع ايه اتنين. وباع ايه؟ هي دي فكره الداتا فيجواليزيشن، ان انت ازاي تعرض شغلك لمديرك بمجرد ما بيدوس كده، وممكن مثلا تختار مخزن واحد، يعني بص ممكن تختار مخزن واحد، بص ايه اللي هيحصل فيه، مخزن واحد بس يجيب لك هيجيب برضه مبيعات مخزن كل واحد. واحد، يجيب لك مبيعات المخزن بس لكل بياع، يعني اتباع منه كام قطعة واتباع منه بكام فلوس، فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام انا خلصت. انا بس كنت جاي عشان حلو اشرح الحتة دي. النهارده بس كانت يعني كانت يعني السيشن هتبقى خفيفه شويه. هل يا جماعه حد مش فاهم حاجه؟ انا عارف ان الخطوات كتيره بس انا كده كده بسجلها، بس انا قلت ان الفكرة ان في فيديو طبعا انت انا بتبعته كده كده فالواحد هسجله، ايه انا لسه بيمشي. انا بص هو في بس فيديوهين، الفيديو ده والفيديو رقم ثلاثه، الحلقه رقم ثلاثه، انا فعلا كانت الانترنت كان قاطع عندي الفتره اللي فاتت دي كلها، انا بس حبيت بس ان انا اشرح لكم الحته البسيطه دي، فعلا فعلا الموضوع جامد جدا يا جماعه. موضوع الداتا فيجواليزيشن، انا ليه بقى يا ابراهيم بقى عملتها كده في البيفت تيبل، لان لما انت هتسمع هنا، لما انت تقعد تكتب هنا هتسمع في البيفت تيبل، فهتسمع في دايركت على طول هتغير. هتسمع هنا، فالموضوع ده انا تمام عملتها بيفت تيبل عشان تعمل اوتو على طول. هل الكلام ده يا جماعه مفيد بالنسبه لكم ولا سلام عليكم ولا ايه؟ ده كويس بسم الله ما شاء الله. هو تمام، بس انا عندي سؤال معلش علاقه اتفضلي. انا لما باجي اعمل شيفت على الاكسل عندي، وباجي مثلا حضرتك قلت لما نطلع مجموع درجات او نحسب حاجه بنستخدم دبل سم صح كده؟
تاني كده معلش انا بيطلع نسيت، لي يعني، قولي لي كده تاني معلش. انا لما بعمل شيت اكسل لدرجات طلاب بعمل ده للسم مثلا عشان عايزه اطلع مجموع الطالب الواحد. لما شيت ف اكسل بعمله للطلاب تمام، بعمل سم لكل واحد. انت فبيطلع لي مثلا مجموع الدرجة زي ما هي، ما بيطلعليش بنسبة زي مثلا يعني، ما بيطلعليش بنسبة معينة يعني، مثلا عايزة مجموع مثلا 95 جايب في المية وخمسة ونص كده، طب فهو بصي، بيطلع لي طب انا مجموع هقول لك على الدرجات حاجه. بس. طب ماشي لحظه، انا هفتح شيت اكسل اهو تاني، انا هفتح شيت اكسل كده تاني تمام. انت مثلا تمام وليكن الطالب مثلا احمد مثلا، احمد ومينا مثلا تمام. هنا مثلا احمد 10، هنا 20، هنا 50، صح كده قصدك؟ اه تمام كده قصدي. اي تمام. ايه بقى اللي انت عايزه بقى توصليه للاخر؟ يعني مثلا مجموع فهو الدرجات انا لما بجمع بيطلع مثلا عددهم، ما بيطلعليش بنسبة مثلا، يطلعلي ايوه انا مثلا. هقول لك لحظه. يعني انت دلوقتي بتتكلمي ان عددهم انت بتدوسي كده، تدوسي انتر، هو عدده اه 80. يعني هو دلوقتي كده الطالب بيطلعلي 80 كده اه 8. انت بقى عايزه جاب تطلعي كام في الميه؟ طب التوتال بتاعهم كام؟ يعني مثلا هما هنا يعني تمانية عدد الدرجات كلها كام؟ يعني المواد كلها مجموعة كام؟ يعني مثلا لو المواد كلها بيبقى مجموعها مثلا بيطلع لي 159 للطالب الواحد مثلا. لا لحظة، يعني أنا بتكلم عدد المواد، المواد كلها مجموعة كام؟ يعني كل مادة كام مثلا؟ يعني مثلا هما بيبقوا 5 مواد مثلا، دراسات خمس 50 مواد في او كام؟ في هما كام زي بقى كده مجموعهم كام اه بقى؟ يعني كل مادة درجاتها كام؟ مثلا درجاتها من 50 مثلا يعني 50 صح كده؟ اه يعني 50 يبقى 250 صح تمام كده؟ وليكن مثلا اه نزود دي مثلا شوية، يعني مثلا دي نقول مثلا جايب هنا مثلا 30، وهنا مثلا 40، وهنا جايب 50 تمام؟ فأنت عشان اه تجيبي الدرجة دي هتروحي ليس يساوي، تقسمي العدد اللي هو جابه أو المجموع اللي هو جابه على رقم كام؟ تمام هيطلع لك 48 من 10 بالمية كده، هتلاقي واقفة عليها وتروح دايسة كده، هتطلع لك 48 خلاص تمام كده. وضحت شوية؟ تمام طيب ولما باجي اه لا واضح تمام. اه اتفضل. لما باجي اكتب بقى حاجة معينة مثلا وباجي اعمل كوما في حسابات بقى، حسابات تانية بيطلع لي العدد الصحيح، بعرف اطلع الجمع بتاعه، لا بالراحة كده قولي لي. بحس في صعوبة شوية في لا حسابات والله ما... فاهميني، فاهميني أكتر. يعني انا مثلا دلوقتي بعمل شيت حسابات لشركة تمام، ماشي. فانا بكتبه باجي مثلا هو بقى قد كده وعدد القطع قد كده وكل ده، فانا عايز اطلع في الاخر مثلا مجموع كل ده بقى، عدد القطع يعني والحاجات اللي في المخزن وكده، ماشي. فعايزه مثلا اطلع المجموع ده، فبيطلع لي مجموع يعني بيطلع لي المجموع الصحيح زي ما انا عايزاه، او زي الشيت اللي هو مبعوث يعمله. طب انت عايزه تعملي ايه؟ فاهم يعني انا مثلا دلوقتي في مثلا انا بقى ايه في إيه بشتغل على شيت سيركا مثلا مبعوث، ماشي. شيت فانا عايزه سيركا اعمله زي ما هو بعته لي، زي ما هو ايه؟ زي ما هو بعته لي، هو بيقول لي طلعيه طلعه لي بنفس النتيجه دي مثلا او بنفس ال، فلما باجي اعمل الرقم بيبقى كبير واكتب فيه كوما بيطلع لي الجمع صح. كوما ازاي؟ طب حد فاهم تاني يا جماعة؟ يعني حد فاهم، حد فاهم يعني حد هو انا مش عارفه اوصلها بالظبط. لا 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 بالراحة. يعني قصدك التنسيق بتاع الكلام مش مظبوط مثلا؟ يعني تلاقي مثلا هنا مثلا، حاجه زي كده ايوه يعني تلاقي مثلا هنا مثلا الشوية دولت مثلا تلاقي كده، يعني تلاقي مثلا انت بتكتبي مثلا 60 تطلع لك بالمنظر ده مثلا. حاجة زي كده تقريبا بيطلع لي الشيت المظبوط. بيطلع لك مش بالمنظر اللي فوق ده، بيطلع لك بالمنظر اللي انت بتعمليه صح كده. اه بصي هو لو انا فاهم صح، خدي الصف ده كده، اقفي على الصف ده كده ودوسي على دي، على دي على اللي عامله زي المشط ده كده، تروحي جاي سايبه كده، هيظهر لك كده، هيظهر لك كده تمام يعني تمام. تمام اه خلاص كده بصي، شكرا لحضرتك، معلش تعبت حضرتك معايا. حد تاني يا جماعة عنده أي استفسار؟ حد حابب يقول حاجة؟
حد مش حابب يقول حاجة. طب تمام ماشي، انا كده خلصت كده يا جماعة، وانا شرحت لكم حتة الرسم البياني والداتا فيجواليزيشن. داتا فيجواليزيشن دي كلمة كبيرة قوي، داتا فيجواليزيشن كلمة عملاقة كده. فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وربنا يكرم ان شاء الله وتكون حاجة زي كده افادتكم يعني، وتكرمكم في شغلكم. ماشي يا جماعة، شكرا جدا ليكم، وان شاء الله ربنا يكرمكم في شغلكم ان شاء الله. ماشي، شكرا جزيلا، شكرا يا جماعة، شكرا، شكرا، مع السلامة. مع السلامة، السلام عليكم.